السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إخواتي، أقدم لكم موقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 13/10/2024 من قناتي أنا وحياتي، تكرما منكم وفضلا إخواتي. أتمنى تدعموني باشتراك ولايك موقيت الصلاة على القاهرة، وأذان الفجر اليوم في 5:29، الشروق في 6:56، يؤذن الظهر اليوم على مدينة القاهرة في 12:41، يؤذن العصر اليوم على مدينة القاهرة في 6:58، يؤذن المغرب اليوم في 6:26، تؤذن العشاء اليوم على مدينة القاهرة في 7:42. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. استغفروا ربكم إخواتي إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين. بشكركم إخواتي، بتمنى لحضراتكم الخير والصحة والستر والسلامة على التوام. السلام عليكم ورحمة الله.